علينا أن نتقبل معطى تاريخي لا جدل فيه هو أن الصحراء الغربية لم تكن أبدا موجودة، وحبذا لو فهمنا ذلك بشكل نهائي. الأمر يتعلق بمفهوم جغرافي ناتج عن الاستعمار، لا سيما أن المنطقة كانت قد تعرضت لاحتلال من قبل قوة أجنبية. الصحراء شكلت دائما جزءا من المغرب، وغير ذلك فهي مجرد أكاذيب يتم اختلاقها. السكان الذين كانوا يعيشون هناك كانوا قبائل بدوية أمازيغية تنتقل من مكان إلى آخر، وقد بايعت سلاطين المغرب خلال جميع السلالات. دعنا نقول بصراحة أن ما حدث بالضبط هو أن الاستعمار الأوروبي المثير للاشمئزاز احتل منطقة، وقد حاول البعض في سياق الحرب الباردة والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي والتحكم الجزائري تقسيم المغرب. الصحراء جزء لا يتجزأ عن المغرب شئنا أم أبينا، وما قامت به إسبانيا فيما بعد هو إنهاء الاستعمار بطريقة فوضوية. والحسن الثاني، والذي هو بالمناسبة شخص ذكي ورائع، أعلن تنظيم المسير الخضراء في الوقت الذي كان يحتضر فيه فرانك.